عقد مجلس اداره هيئه تنظيم سوق العمل اجتماعه الرابع عشر الاعتيادي لدور الانعقاد الرابع برئاسه سعاده السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس اداره هيئة تنظيم سوق العمل وفي مستهل الاجتماع رفع المجلس أسمية التهاني الى جلاله الملك المعظم والى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبه تحقيق مملكه البحرين الفئه الاولى بتقرير وزاره الخارجيه الامريكيه للعام السابع على التوالي مقدرا في هذا السياق الجهود التي تبذلها هيئه تنظيم سوق العمل بالتنسيق والتعاون المشترك مع اللجنه الوطنيه لمكافحه الاتجار بالاشخاص ومختلف الجهات الحكوميه ذات العلاقه لوها مجلس الاداره بالجهود المبذوله لتطوير بيئه العمل في المملكه بصوره مستمره بما يسهم في تنفيذ البرامج والخطط الحكوميه الى جانب تعزيز السمعه الدوليه للمملكه كبيئه عمل متميزه جاذبه للاستثمار مشيدا بما تحقق من انجازات على صعيد تنفيذ الخطه الوطنيه لسوق العمل 2023 2026 هذا وقدم سعاده السيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئه تنظيم سوق العمل تق تقريرا بشان تنفيذ الاهداف والمؤشرات الاستراتيجيه للهيئه لخطه العام 2024 والمشروعات ذات الاولويه التي يجرى العمل على تنفيذها واستكمالها